ديسكريمينيشن نو مور. في هذه المظاهرة اليوم تنطلق من مدينة لايدن وصولا إلى محكمة الجنايات الدولية. سيقوم المتظاهرون اليوم والمتضامنون من الفلسطينيين والهولنديين وأنصار الحق الفلسطيني بالمشي لنقل رسالة حقيقية، وهي محاكاة لما يجري في داخل قطاع غزة، محاكاة لحالة الإبادة الجماعية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في داخل قطاع غزة، والتي تضطر شعبنا هناك إلى المسير لمسافات طويلة هربا من آلة القتل الإسرائيلية. اليوم نحاكي هذه الحادثة عندما نسير لمسافة تقرب من 25 كيلومتر تصل ما بين المدينتين، ونتوقف في النهاية عند محكمة الجنايات الدولية في تعبير رمزي عن مطالبنا من هذه المظاهرة، وهي أنه ينبغي أن يجلب قادة الاحتلال ومجرمي الاحتلال ودولة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه هذا مكانهم الطبيعي. من يقتل الأطفال ويقتل الأبرياء ويقصف المصايا الشافي ويقصف المدارس ولا يترك أي شكل من أشكال الحياة في قطاع غزة إلا ويستهدفه، مكانه الطبيعي هو محكمة الجنايات الدولية، وليس استقباله كما يتم التعامل معه من قبل قادة العالم في هذه الأيام. نطالب بالعدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني في داخل قطاع غزة وفي داخل فلسطين. نطالب بإيقاف هذه المجزرة الجماعية التي تمارس بحق هذا الشعب منذ عشرات السنين، والتي ينتهي مسرحها اليوم في هذه المرة وفي هذه المحطة في داخل قطاع غزة، عندما يقتل الأبرياء ويقتل الأطفال والرضع بدم بارد وأمام صمت دوليا واضح. هذه رسالتنا اليوم ورسالة كل المتضامنين معنا، وسنستمر في الوقوف في الساحات في داخل هولندا في شتى المدن والساحات لنوصل رسالة حقيقية، ونستمر بمساندة شعبنا في داخل قطاع غزة وصولا إلى الحرية القريبة إن شاء الله.